بين مؤسسة واحد من الناس والتي يرأسها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ومنظمة السلام والتنمية والتي تمثلها الدكتورة ميسة الهاشمي رئيسة بعثة السلام في الشرق الأوسط تحت رعاية السيدة الفاضلة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. نلتقي اليوم أيها السادة لتوزيع 60 ماكينة خياطة على نساء معيلات وغارمات لمساعدتهن على الكسب الحلال ومواجهة الظروف الاجتماعية الصعبة. شكرا لكل من ساهم في تحقيق هذه الخطوة وهذا الإنجاز الطيب على طريق الخير والتضامن والتكافل الاجتماعي. والكلمة الآن للإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس مجلس أمناء مؤسسة واحد من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الفاضلة الأستاذة الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، السادة الحضور، الحقيقة أنا في البداية بتقدم بخالص الشكر والامتنان والتقدير لمعالي الوزيرة المحترمة الدكتورة غادة والي على رعايتها لهذا الملتقى المقام النهاردة في داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وده يأتي في إطار اهتمام الوزارة بدعم الفقراء ودعم المهمشين ودعم المرأة المعيلة في مصر. وهذه رسالة هامة وخطيرة لأن المجتمع المصري لن يبنى ولن يعني يتقدم إلا بالدعم الاجتماعي في ظل ارتفاع نسبة الفقر في داخل المجتمع المصري. الحقيقة كمان المهم النهاردة أن هذا المشروع هو مشروع قائم على فكرة دعم المرأة المعيلة وأيضا دعم المرأة الغارمة، ويمكن شارك معنا في هذا الموضوع أيضا جمعية رعاية السجنات برئاسة الإعلامية والصحفية الكبيرة نوال المصطفى، أيضا بحييها وبشكرها وبشكر أيضا يعني جميع الجهات المعنية اللي دعمتنا في هذا الإطار. ويمكن يكون هذا الموضوع بداية الحقيقة أن احنا النهاردة بنوزع 60 ماكينة حياكة للسيدات من المرأة المعيلة عشان نوفر لهم سبل رزق حلال يستطيعوا من خلالها إقامة حياة مستقرة اجتماعية. احنا مستمرين إن شاء الله معايا الوزيرة في هذا الإطار، وطموحنا بعد كده أن هذه الأرقام يتم مضاعفتها إن شاء الله مع جمعيات أخرى كثيرة. وأيضا مهتمين بفكرة دعم السجينة التي تخرج من السجن، لأن طبعا إحنا بنروح وبنشوف، وأكيد حضراتكم بتعرفوا ده، أن اللي بتخش السجن بتطلع بعد كده ما عندهاش مورد رزق، فلازم يكون عندها مورد رزق حلال يوفر لها حياة كريمة لها ولأسرتها. فإن شاء الله إحنا مستمرين أيضا في دعم الغارمات اللي بيتم الإفراج عنهم، لأن هم بيكونوا داخلين السجن القضايا يعني لا ذنب لهم فيها، لكن في النهاية الدعم الاجتماعي ده بيوفر حياة كريمة. فإن شاء الله يعني يمكن دي بعض الأمنيات اللي إحنا بنتمناها. وبشكر جدا طبعا مؤسسة السلام لأنها شريك معنا في هذا الموضوع، وبدعو معايا الوزيرة، كنت لسه بقول لها قبل ما نطلع المنصة ان احنا ان شاء الله مقبلين كمان على مشروع للتشغيل، ان احنا هنعلن عن مشروع لتشغيل 1300 شاب من الشباب المصري، وان شاء الله بإذن الله اتمنى انها توافق على رعاية هذا المشروع المقدم من مجموعة من الشركات المحترمة العاملة في القطاع الخاص. واخيرا بشكر جميع السيدات الفضلوات اللي نورونا واللي شرفونا النهاردة واللي ادونا فرصة ان احنا نشارك معاهم في حياتهم الاجتماعية، كلهم امهاتنا واخواتنا وكلهم فوق راسنا، ونتمنى ان يكون في المزيد والمزيد. وبالمناسبة ادعو الاعلام المصري والمجتمع المدني الى الاقبال على المزيد من المشروعات التنموية. فكرة ان احنا الصنارة ولا السمكة، ان احنا ندي سمك ولا ندي صنارة نعلم الصيد، انا اظن ان فكرة ان احنا ندي صنارة ونعلم الصيد فكرة تنموية في ظل المشاكل الاقتصادية والفقر التي يحيط بالمجتمع المصري. شكرا لحضراتكم، شكرا مرة تانية معي الوزيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حب حضراتكم جميعا، برحب بالأستاذة ليلى الديدي رئيسة المؤسسة، وبالأستاذة ميسة الهاشمي ضيفتنا من مؤسسة السلام، وبالأستاذ عمرو الليثي الإعلامي. وأنا هنا الحقيقة برحب بيه مش بصفته كإعلامي ولكن بصفته كرئيس لأحد مؤسسات المجتمع المدني النشطة، فبرحب بكم في بيت المجتمع المدني في وزارة التضامن الاجتماعي اللي بتساند وبترحب بكل جمعية أهلية مصرية بتساعد المصرية
المصريين، بتساعد المرأة المصرية، بتساعد المجتمع المصري، وبتستجيب للاحتياجات الملحة للمصريين، سواء زيادة دخل أو تعليم أو صحة أو تنمية من أي شكل من أشكال التنمية اللي مجتمعنا محتاجها. اهتمامي بالترحيب بيكو وبإن احنا نتواجد في هذه الاحتفالية ونستضيفها، وحماسي ليها أول ما الأستاذ عمرو اتصل بي علشان أكون موجودة، لأن الاتفاقية دي والحفلة دي بتحتفل بقيمة مهمة جدا جدا، هي قيمة العمل. العمل شرف، العمل كرامة، العمل هو اللي هيحفظكم ويحفظ أولادكم. العمل والرزق الحلال والشغل بالدراع هو الدعم الحقيقي وهو السند الحقيقي، مش الجمعيات الأهلية ولا الحكومة. الحكومة موجودة عشان الحماية والرعاية للي محتاجها، والجمعيات الأهلية موجودة عشان تساند وتحاول انها تخفف عن الناس، ولكن السند الحقيقي المستمر هو دراع الوحدة وشغلها. وأنا برحب وبأحيي وبحترم كل ست بتعمل وبتتعب وبتشقى عشان تربي ولادها، مش بس تربي ولادها كويس على حب البلد دي وعلى خدمتها، لكن كمان تهتم بتعليم ولادها، لأن التعليم هو اللي هيحميهم، هو اللي هيخليهم يقدروا يلاقوا فرصة عمل، هو اللي هيخليهم يبقوا منتجين، هو اللي هيخليهم يحافظوا على صحتهم، هم اللي خليهم يبعدوا عن أي خطر يواجههم. فتعليمك لولادك، محافظتك على صحة ولادك، محافظتك على رعايتهم، تربيتك ليهم على العمل وعلى الكرامة وعلى أن العمل ده شرف وعلى حب البلد دي وخدمتها، هم اللي هيخلوا الولاد أحسن أولاد في الدنيا والبنات أحسن بنات في الدنيا، ويخلوا البلد دي إن شاء الله تبقى على أيديك وعلى أيدين مصريين كتير بلد أفضل وبلد أحسن، ويبقى مستقبلنا كلنا إن شاء الله مستقبل مشرق. كمان اهتمام المشروع بالغارمات وبالسجينات يجعله مشروع مهم جدا، مهم قوي ان احنا الغارمة المسجونة اللي تعرضت سواء عن طريق خطأ او عن طريق عدم فهم او لانها ما عندهاش وعي كافي او لان حد ضحك عليها الى السجن، ان احنا نساعدها انها تخرج وتبتدي حياتها من جديد. الشرط الاساسي هنا انها ما ترجعش تاني، لان الواحد لازم يكون حريص على انه يبتعد عن اي حاجة فيها شبهة او عن اي حاجة ممكن تؤذيه، لان الحقيقة الواحدة بدل بقى عندها اولاد مش بس بتأذي نفسها، لكن هي بتأذي اولادها كمان وبتأذي على مستقبلهم. فلازم الواحدة تحافظ على نفسها وتشتغل وتحافظ على اولادها وتحميهم. وانا بشوف ان المرأة المصرية هي اعظم ست في الدنيا واعظم ام في الدنيا واكتر ام بتضحي وبتكافح وبتتعب عشان ولادها، فلازم واحنا بنكافح وبنشتغل وبنتعب نعمل ده بوعي ونعمل ده ونبقى مثل وقدوة لأولادنا. فأنا مرة تانية سعيدة بتواجدكم النهاردة، بقول لكم نورتوا الوزارة، سعيدة بوجود الجمعية الجادة اللي بتساعد السيدات المصريات والشباب المصري، وسعيدة بالمشروع الجديد بتاع فرص العمل. احنا بنرحب بيكم لأن وزارة التضامن هي بيت الجمعيات الأهلية اللي موجودة عشان تساند الجمعيات الأهلية وترعاها وتدعمها وتحللها مشاكلها وتدفعها وترعى وتحتضن كل أنشطتها. فمبروك المكان، وربنا يوفقكم ويوسع رزقكم، وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم ويحفظ مصر، وإن شاء الله بكرة أحلى بدراعكم وبشغلكم. وبرحب بيكم، وفي أي وقت احتاجتوا أي دعم أو أي مساعدة الوزارة دي موجودة علشان تخدمكم وعلشان تساعدكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويعني مرة أخرى بشكر كل اللي قام على هذا المشروع، وبرحب بممثلين الجمعية واحد من الناس، وبرحب بكل ضيوفنا، وبنتعهد بمساندتكم ودعمكم دايما في كل أنشطتكم، لأنها أنشطة جادة وأنشطة فعلا بتلمس حياة الناس وبتأثر فيها. كل سنة وحضراتكم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا بسم الله الرحمن الرحيم بداية أحب أقول لكم أنا تشرفت جدا بأنكم منحتوني فرصة أن أنا أكون وسطكم اليوم، وبشكر في البداية استضافة معالي الوزيرة غادة والي أنها فتحت لنا أبواب الوزارة أن احنا نكون تحت مظلتها،
والشكر موصول لله طبعا. الشكر في البداية لله سبحانه وتعالى ان هو مهد لي الطريق اني اتعرف بدكتور عمرو الليثي وبالسيدة الفاضلة الحاجة ليلى الديدي، لان الحقيقة هم فتحوا لي مجال واسع جدا ان فعلا ان تكون مساعدتنا كمنظمة دولية بتسعى لنشر السلام عن طريق التنمية ان يكون لنا خط وطريق واضح في مصر. الحقيقة هو ده بداية تعاوننا، وأنا أعتقد أن اللبنة ربما تكون هذه المرة بسيطة، ولكن أنا دايما بقول أن البسيط مع البسيط ممكن يعمل حاجة، وخصوصا لسيدات مصر الفضلوات اللي أنا عندي ثقة كاملة كبيرة جدا فيهم، وأنا طبعا بتشرف أن أنا منكم. عندي ثقة أن المرأة المصرية عندها عزم وقوة وإصرار أنها مش بس بتساعد نفسها، لا هي عندها القدرة حتى لو إمكانياتها البسيطة عندها القدرة أنها تساعد نفسها وتساعد أسرتها وتساعد من حولها. ومن هذا المنطلق الحقيقة قلنا أن احنا نبتدي تعاون مشترك بيننا وبين واحد من الناس، أن يكون لينا يد في صقل مهارات المرأة المصرية وتنميتها، وخصوصا اسمحوا لي في التعبير يعني ربما المرأة اللي بيكون صدفتها بعض الظروف فتكون أقل حظا. احنا بنساهم بشيء بسيط ان احنا ندعمها، وانا بقول ان المساعدات المادية المرأة المصرية ارقى منها بكتير. احنا اللي عايز يكون عنده شرف ان هو يساعد مرأة مصرية فيساعدها في تنمية قدراتها لا محدودة، وانها فعلا تكون انسان منتج في الوطن في مصر بالذات، لان كل العالم بيتحدث واحنا معانا ضيوف من الكويت الحقيقة وهم عارفين قدرة المرأة المصرية ودايما بيشاد بالمرأة المصرية في كل الوطن العربي. لذلك انا بفتخر بكل امرأة مصرية بعيدا عن انها تكون تحت خط الفقر او على خط الفقر، لا احنا كلنا اغنياء بما نملكه من انفسنا بما نملكه من قدرات هائلة. المرأة المصرية ذكية والمرأة المصرية عندها قدرة كبيرة على التحمل، ربما ده مش موجود في حد كتير. لذلك انا دايما بفتخر بالمصرية اكتر من اي شيء تاني. فلذلك اسمحوا لي يعني ان انا اشكركم على شرف ان انتم منحتونا الفرصة ان احنا نقف بجانب بعض ونكون فعلا داعمين لهذا. وانا اعتقد ان كتير منكم بعد كده هو اللي هيساهم معانا سواء بتنمية قدرات صديقة ليها او جارة ليها، او ان انتم مثلا حتى تساعدونا بعد كده ان انتم ترشدونا الناس كمان يستحقوا ان هم يكونوا معانا المرة الجاية. الف شكر ليكم، الف شكر دكتورة، الف شكر دكتورة عمرو، الحاجة ليلى الديدي الف شكر ليكي وشكرا لتواجدي معاكم. والآن سيتم إهداء درع مؤسسة واحد من الناس إلى سيادة الوزيرة غادة ويلي وزيرة التضامن الاجتماعي. مجلد حوا لازم نطلع الشحات. كما سيتم إهداء درع مؤسسة واحد من الناس إلى الدكتورة ميسا الهاشمي رئيس بعثة السلام في الشرق الأوسط. صبرين مهدي صالح. مريم عشان إبراهيم. مجد الشحات. إيفون عطية. مبروك يا حاجة، مبروك. مضع السيد محمد قبر. مضع السيد محمد قبر. أمال شحات علي.
ألف مبروك. نادية إبراهيم محمد. بص أنا واخد عيد سليك. بتاع محمد أويس. أمان ألف. لا أعرف. إمام محمد عبد الله. انتصار عبد العزيز عبد الفتاح.